للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أستاذ شاهو، بداية مرحبا بكم. يعني بعد أن أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق ينامي عن قلقها بشأن العنف في كردستان العراق، إلى أين تسير الأمور؟ تحياتي لكم. بداية، في الحقيقة الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت في إقليم كردستان العراق منذ يومين نتوقع أن يزداد هذه الاحتجاجات، لأن هناك شهداء، هناك قتلى في مدينة، خاصة مدينة رانيا التي تعتبر مهد الثورة الكردية. هناك 5 قتلى في هذه المدينة بسبب خطأ القوات الأمنية وعدم تعاملهم الصحيح مع الاحتجاجات، والاحتجاجات خرجت بسبب عدم وجود الكهرباء والماء وتأخر الرواتب خاصة في مدينة السليمانية، ولذلك انتشرت في باقي المدن. ولكن بسبب التعامل الخاطئ من قبل الأجهزة الأمنية هناك جرحى، هناك أكثر من 100 جريح في كافة المدن. الآن هناك قطع لخط الأنترنت والمواقع التواصل الاجتماعية في مدينة السليمانية، وأيضا اعتقال السيد شاسور عبد الواحد الذي يعتبر من أبرز الدعاة المظاهرات. هذه العوامل تسبب في تأجيج الوضع أكثر وخروج المظاهرات قد تكون عن السيطرة أيضا، وهذا قد يؤدي إلى انحراف البوصلة الحقيقية للمظاهرات وتدخل عوامل أخرى لعسكرة المظاهرات، كما حصل في استخدام القوى المسلحة من قبل بعض الأطراف داخل المظاهرات. وهناك اليوم دعوات لتهدئة الأمور، وخاصة بعد استقالة رئيس البرلمان وأيضا انسحاب حركة التغيير والجماعة الإسلامية من الحكومة. هذه قد تؤدي إلى تهدئة الأمور، ولكن بشرط أن لا يذهب حكومة الإقليم كردستان العراق في التعامل مع المتظاهرين إلى نوع من العنف واستخدام القوة بشكل مفرط مع المتظاهرين. هناك من يرى يعني أن مطالب المتظاهرين استغلت ربما من قبل أجندات سياسية. ما الجهات التي ربما تستفيد من هذه التظاهرات؟ بلا شك أن مظاهرات كمبدأ وكبداية هي مظاهرات حق ومطالبها مطالب حق، ولكن هناك أطراف داخلية، هناك أطراف خارجية. بغداد الآن تريد استغلال هذا الحدث لترويج لنفسها او التدخل او اعطاء المبرر للتدخل في اقليم كردستان العراق. ولا ندري ماذا يعطي يعني نماذج السيد حيدر العبادي، هل يطلب من اقليم كردستان العراق ان يكون نموذجا او مثالا كنينوى او كبصره او كالمدن الاخرى؟ العبادي لم يستطع او فشل في التعامل مع هذه الملفات في الجنوب. الان يريد ان يغطي على فساده وفشله ويستغل التحرك الموجود داخل إقليم كردستان، وهو الذي وعد الإقليم بإرسال الرواتب، أما الآن فهو تراجع وقال لا نستطيع إرسال الرواتب، وبالتالي هو فقط يريد تأجيج الوضع أكثر وإدخال الفوضى في إقليم كردستان العراق ليكون مبررا لتدخل السلطة الاتحادية في هذه المناطق. على الرغم من أن الجبهة التركمانية ليست جزءا من حكومة أربيل، إلا أن مقراتها قد أحرقت، ما الرسائل برأيك التي تم إرسالها من خلال ذلك؟ في الحقيقة نسبة الغضب داخل المتظاهرين وخاصة أيضا تدخل بعض الجهات الأخرى هي نسبة مرتفعة جدا. في جميع المدن قرروا حرق جميع المقرات الحزبية، حتى اليوم في قلعة دزة حرقوا مقر للاتحاد الإسلامي الكردستاني. لا يفرقون بين الأحزاب التي شاركت أو الأحزاب التي لم تشارك أو انسحبت، يريدون حرق جميع المقرات الحزبية وإنزال أعلام هذه الأحزاب. هذا يجسد حالة الغضب موجودة عندهم، وبالتالي يريدون حل هذه الحكومة الموجودة، ويريدون تشكيل ضغط على حتى المؤسسات، باقي المؤسسات وباقي الأحزاب، يشكلوا ضغطا جامعا على الحكومة الإقليم، الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لحين إجراء انتخابات نزيهة لا يرتكب فيها الغش ويكون حياديا ومستقلا حتى يؤدي إلى نتائج يرضى بها المواطن وينهي المشاكل الذي يعاني منها المواطن الكردي حاليا. إثر هذه التظاهرات أيضا أستاذ شاهو، رئيس برلمان كردستان العراق أعلن استقالته، إلى أي حد يمكن أن تغير هذه الاستقالة من سير الأوضاع هناك؟ بلا شك أن هذه الخطوة لن يؤدي إلى تهدئة الأمور، لأن رئيس البرلمان إقليم كردستان العراق أصلا لم يكن يمارس سلطاته من قبل سنتين، هو
تم تعطيل البرلمان في 2015 من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والى يومنا هذا رئيس البرلمان لم يستطع العوده لبناء البرلمان، ورغم محاولاته الكثيره لحل المشاكل والوصول الى اتفاق مع الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الا انه فشل في ذلك، وهذه الخطوه جاءت بعد فشل هذه المحاولات، وهو ايضا اعلن منذ ايام انه يؤيد مظاهرات شعبيه، وبالتالي محاولاته لتأييد الشارع ولدعوة الشارع للخروج إلى مظاهرات هي التي أدت لخروج هذه المظاهرات، وهو دعم المظاهرة، وأيضا حدث يوم تراجع أو تجميد الاتفاقية الاستراتيجية بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني الذي تم عقدها قبل سنة، ولكن بسبب يأس حركة التغيير عن تطبيق هذه الاتفاقية تراجعت عنها وقامت بتجميدها، وهذا أيضا عامل من زيادة التوتر في الشارع الكردي في هذا الوضع الحالي. شكرا لك أستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي.